مثل صحراء تنتظر غيث السحاب، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم، مثل ليل طويل ظالم مستعد أهرب وخلفي النوايا والضباب ويلها كيف؟ ولا كان عن سعد؟ سكوتهم دليل على انهم ما يعرفوا ويش كان عن سعد، واللي كان عن سعد راح معه. بس المحامي اللي اقترحته عليهم ممكن يعرف. وتعتقد
اني انا ممكن اعطيهم التوكيل قبل لا استفيد منه؟ وش يعني؟ سجلت كل الاراضي اللي مستأجرتينها الشركة باسمك، وغيرت العقود اللي كانت بيني وبينهم، وهذه العقود الجديدة تتغير توقيعك. بس المحامي بيسأل عن أملاك ورثة ناصر الحلاوي، وما بيلقى غير اللي أنا أعطيتهم إياه. أما اللي بيني وبين الشركة ما حد يعرف عنه غير أنا وأنت والمرحوم سعد. عيل ويش كان يعني سعد يوم قال ردة فعل عمي بتجاوب عن كل شيء؟ وش اللي كان سعد يعرفه؟ ما اعرف، بس اظن في سر، سر كبير بعد. لازم ارد الدوام، قياسي خلصت. وهذا من بيت ولا ما عم دياب؟ لو كان يبغى ياكلنا حقنا ما كان اعطانا كل شيء بهالسهوله. وسعد واصراره على انه يشوف عمي دياب وقيفر. يمكن كان يبغى يوصي عمي علينا. يوصي قيفر عليش يا جماعة؟ لا تكبروا السالفة. سنين وعم ذياب متكفل بكل مصاريفنا واحتياجاتنا من يوم وفاة أبويا الله يرحمه، وهو كان لنا مثل الوالد. تبونا توني بعد كل هالسنين ونخونه؟ اللي تشوفه يا ولدي، هل هالله في الدرب؟ حي الله بشيخ حمود، نورت الحارة. طال عمرك يا معون. الحمد لله. طال عمرك. الوقت نهار يعني نور، وجيتك زادت النور نور. طال عمرك. خلي عنك هذا السوالف. تتذكر الأرض اللي كلمتك عنها؟ نعم نعم أتذكر. أنت
تتذكر ويش هو المطلوب منه؟ نعم طال عمرك أتذكر. زين ورا باكر الصبح نتلاقى عند الأرض. زين زين شيء خلوني في حالي. خير؟ وش في قيفر؟ ما اعرف ما اعرف وش اللي يصير في البيت، كاني غريب حتى عنش. ما بوقع هذه سرقة. انت كذية الاستاكل حق ايتام. تعرف وش يعني سرقة مال اليتيم؟ تعرف وش عقابها في القانون وعند الله؟ انا ما اقدر اكون شريك في هالجريمة. انت ما حلك حق في هالاراضي، انت ما حلك حق في اي شيء من هذا اصلا. تعتقد ان هذا كله كان موجود قبل؟ كل هذا انا سويته بتعبي وعرقي. كل اللي كان موجود كان حلوى وشوية أملاك. أنا اللي حولت هالأملاك وذاك الدكان إلى بنايات ومصنع كبير. أنت وإخوانك وأولاد عمك تاكلوا من كبدي وورقي. أتمنى أعرف أنت بأي منطق تفكر. الدين والقانون يقولوا إن ما بني على باطل فهو باطل. أنت تعرف كمية الجرائم اللي ممكن تتحاكم عليها؟ خيانة أمانة، تزوير، سرقة أموال أيتام وغيرها وغيرها. وإنت شريكي. لغة القانون اللي يالس تتكلم بها المتستر على الجريمة يعتبر شريك ولا لا يا محامي؟ إلا إذا بتبلغ عني. بياض ويهك، شريفة أولاده محتارين كيف يازوك على خيرك ومعروفك فيهم. حتى أولادك شكر ربهم أن عندهم أبو شرواك. وانت يا موسى؟ Thank you.
قلتي لي توارثوا؟ عمي ذياب عطاهم كل حقوقهم. خالي آه يا الحقير البذل، يا ويلك من نار جهنم، يا ويلك من نار جهنم. خالي خلينا من سيرة ذيابو الحين، قولي لي ايش اللي جاي علشانه. خالي انا ما ارضى انك تتكلم عن عمي ذياب بهالطريقه. ما احب تجيبي لي طاري قدامي بالمره. اذا عندي شيء ثاني قولي. يا اسال عن فهد. فهد علامه فهد. اليوم النتائج الثانويه العامه، حبيت اعرف نتيجته. نجح؟ استود المقزة ونجح عمال. يلا تو دورك، طرش ونشوف نتيجته. حوشت ابوها؟ نبى نعرف؟ معروفة من دامنا ناسخ لقابات نسخ من اشطر واحد في المدرسة. ايوه يارب يلا طرش الرقم السري ونشوف. لا 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 أكيد في غلط، مستحيل أكون راسب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها أشوفك ما بشرتني. دام أن سني أكبر من السن المطلوب في مركز القبول الموحد، أنا وأمثالي خارج إطار التخطيط التعليمي. لو كنت من أصحاب الضمان حصلت على منحة. حويش بيعطي أولاد المتقاعدين فرص شروا أصحاب الضمان. أولادنا بيتعلموا، وحويش ما يعطوا منح لأصحاب الدخل المحدود. قصدك أصحاب الدخل المعدوم. الظاهر أن قدر ولد المتقاعد يموت قاعد. تو أنت علامك، علامك مطفر بأخوك. ولدش راسب، هذا ما نفعها شيء. ما منا هو، من رباعته. رباعته كلهم ناجحين، ما لقيته، لكن ما عليه، اليوم قتلته. Thank you.
وابوي. هيثم، هيثم يا هيثم. شحنة الغضب اللي في داخلك حواش، حواش تريد تحملني نتيجة اختيارك؟ حواش، 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 حواش. اهدى يا ولدي، اهدى ونام، والصباح صباح. ان شاء الله بيطل ويه طال عمرك. ما قصرت يا يما، ما قصرت، تستاهل. احسنت احسنت، طال 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 عمرك، بس انا بغيتك في طلبه غيرها. شايف هذه الأراضي اللي تمشي هيل بلاكيل؟ كل واحد حوز له قطعة أرض انزين وبنى عليها ذاك العريش، ويلا يا أسكان قومي ملكين إياها. بس هذا عنده شهود إنها أرض يده. الله يلا بالشهود يوم يمعوا الكذاب. أقول يمعة، 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 تعال تعال تعال. علوك أبو يمعة. أبو فهد، ولا نسيت ان فهد اخوك العود؟ المهم كم اعطاك الشيخ عن شهادتك معه؟ ما اعطاني غير 50 ريال، عساها تزقون في بطنه. خذ اراضي بالهبل وكلها بالكذب والزور، واخر حلافي معه اعطاني 50 ريال. وش بتستفيد من شهادة الزور؟ شايف مصر ما يحتاج كشخة وما عنده غوازي. قلت يا الله قول شروى غيرك. احبك يا نافعي، يعني اللي ينفعك نفعه. يمعة، بتأكل أولادك من شهادة زور؟ اسمهم أولاد صفية، ومن هاليانب اطمنوا ما بهذوقوا حتى بيزة. كيف إيش حبيبتي؟ والله سماح حبيبتي. الممرضة خبرتني أنش كنت طول الليل تصيحي. حويش حبيبتي؟ أريد ماما. وانا وين صرت؟ انت كل يوم مشغولة وما تخليني اروح مع ماما.
ماما؟ من ماما؟ اللي تشتري لي الألعاب. خلاص حبيبتي ولا تزعلي، كل يوم بشتري لك ألعاب. انزين؟ كيف صحتك اليوم يا ولد؟ يهمك؟ أكيد يهمني، لأنك ولدي، لأني ولدك، ولا لأنك محتاج لي؟ يعني وافقت أنك تكون معي غصبا عني، لأنك ما خليت لي خيار ثاني، لأني ما أقدر أبلغ عن أبوي، فلازم أكون شريك معه في الجريمة. صدقني يا ولدي، الليالي تسوي لي مصلحة الكل. وإيش المطلوب مني؟ أولاً تبدأ تداوم في مكتبك، وثانياً سما، لازم ترد علاقتك معها وتكون طبيعية كأي زوج وزوجة. وينش يا بنتي؟ تريتش؟ كنت في السكن، قريب بيبدأ الفصل الصيفي وانت تحيل ضغط الشغل. الحمد لله اتدبرت. خالي لا تظن اني متأخرة في التنازل لاني اترياك تدفع قبل. اصلا فهد ما بيرضى يوقع على اي شيء، والغوازي ما مدفوعات. تشتري البيت حق فهد؟ بكتبه باسم فهد، وهذا بكتبه باسم اولاد صفية، لاني لو كتبته باسم يمعة ما بيصبح علي الصبح الا بايعنه. ومثل ما يقول المثل، بيع النص مخلص. بورث أولادي في حياتي. الله يطول في عمرك يا رب، ويخليك حلي وحافهد ويمعة. المهم خذي هذه الدفعة الأولى 5000 ريال، هذا اللي قدرت أحصله. تسلفت. والباقي إن شاء الله بكتب فيه نصك بيني وبينش. أنا يسبني هالمبلغ، المهم أنك تكون راضي علي. Thank you.
حتى أثاث المكتب ما تركت لحرية اختيار يا أبوي. يعني سويت اللي في راسك، ما همش رأيي ولا همش اللي كنت خططت له. انت ويش ابا افهم؟ طلال ارجوك افهم. افهم ويش؟ اللي عارفه انش المفروض تسمع كلامي ما تعانديني، لكن لا، خالج ولد خالج اهم عندك مني ومن اولادي. طلال انت اللي سكت عن الموضوع، انا فكرتك انك غيرت رايك. انا غيرت رايي عشان اشوف انت ويش بس، هو اللي توقعته صار. يعني الحين بيت امي هو اللي بيحل مشكلتك؟ هو اللي بيحسسك باستقلاليتك عن ابوك؟ هذا قيفر ابوك اعطى لي باع علشان المكتبه وجهز لي افخم مكتب. حوش ما تقول حابوك يسوي لك مثل ما سواها اخوك. لاني ما قيفر وما اريد اعتمد على فلوس ابوي في كل شيء. اللي بين ابوي وبين قيفر اسرار، اسرار ما حد يعرفها غيرهم. واللي يخلي ابوي يعطيه لا علاقه بهالاسرار، واكيد الاسرار لها علاقه برغبه ساعات الاخيره، وانا ما اريد يكون لي علاقه بهالاسرار. فهمتي؟ يوم جديد تتناثر فيه الحيوانات، ولكن لم تفصح بعد عما تكتنزه. لا يبدو لي ما يحدث إلا هدوء ما قبل العاصفة. إذ ما يزال البحث مستمرا عن بوادر هذه العاصفة، وما إذا كانت ثمة أجوبة شافية للأسئلة التي تقافزت في أذهاننا منذ يوم وفاة سعد، وربما قبلها بالنسبة لي. سما، وش أخبارك مع قيفر؟ السلام عليكم فهد، كيفك؟ أنا بخير الحمد لله. اسمعني، أباك تيني المكتب. لا حول ولا قوة إلا بالله، خليني أكمل. قلت لك المكتب ما المكتبة، تعالوا بنت فاهم. نزين، أترياك تندل المكان. هذا هو البيت؟ نعم طال عمرك، هذا هو البيت. باين ان مساحة الارض زينة، بس دياب صاحبي، واذا عرف اني ساعدتك من دون شورى يمكن يزعل عليك. شورى مضمون طال عمرك، اصلا هو اللي اعطاني هذا البيت لانه له تأثير على اصحابه. قال هذا حالك وسوي في اللي تباه، وعاد اللي ابا منك طال عمرك. زين زين زين، بشوف وبرد عليك. زين طال عمرك، زين زين طال عمرك. ما
هذا صديقي الشيخ حمود. هو شي ببيتنا؟ ها؟ تعالي وأنا بفهمش. سمعي يا حبيبتي الغالية يلي مثل النجمة العالية، ترى حصلت على مساعدة. ترمي منزل يعني من ريال راعي خير ويحب فعل الخير، يعني لين متى انت ملقط مني ومني؟ هذا يصرف علينا وذاك. المهم هذا البيت بيستوي بيوت صغيرة، بنأجرهن ونستفيد. وعلشان نأجرهن ونستفيد لازم يكون هذا البيت باسمي. ما فهمت؟ أنا عارف إنك ما بتفهمي. سمعي ترى يانا الخير، نرده ولا نقول أهلا وسهلا؟ وش رايك؟ من ورا اختي؟ منتهاها بترضى. ها مثل ما تشوفي مسكنتنا في بيتها لانها ما محتاجه له، ولو كانت محتاجه له كانت اجرته واستفادت، بس نحن محتاجين له. يا ستي تقولي له عن سالفه الترميم. وصل انت عارفه اني ما بشتغل الا في اللي اباه. الحوش نتعب وكل يوم مشاكل، وانا عن نفسي اخاف انه توصل للطلاق، لان المحرمه اللي ما تسمع كلام زوجها وتطيع في كل اللي يباه تبطل كبده ويمل منها. ساعديني وفكري واقتنعي عشان لا امل منش. واختش سهله، بس لو تاخذينها بمسايس الين يتم المطلوب. وبعدين تباني اطعن اختي في ظهرها؟ اخونها بعد ما امنت لي وفتحت لي بيتها وسكنتني فيه انا وولادي. ما قلت لي وايش رايك في المكتب؟ يا بني هني عشان تسالني عن رايي؟ لا طبعا. اسمع يا فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا با، تفضل. أحسنت. تفضل سيح. ها فهد، وإيش أخبارك؟ الحمد لله على كل شيء يا عمي. زين يوميات يا أبوي. توني بعرض على فهد أنه يشتغل معي مدير للمكتب. فكرة زينة وممتازة بعد. ولا ويش رايك يا فهد؟ والله ما اعرف ايش اقول لك يا عمي. جيفر فاجاني بالموضوع. اذا تبغى رايي وافق، لانك ما بتحصل وظيفه احسن من هالوظيفه. جيفر تعال باك شويه. تعال تفضل. ويش ما خبرتني قبل؟ أظني إنك ما قصرت، سويت كل شيء، حتى أثاث المكتب أنت اللي اخترته. على الأقل عطني حرية اختيار الناس اللي يشتغلوا معي. فهد ما ينفع يكون معك في المكتب. فهد صديقي وأنا محتاجينه هني في المكتب، على الأقل، لأنه ما من اختيارك. زين، بس عياني وإياك تغلط كلمة كذي ولا كذي ولا يشوف ورقة مني ولا منك، مفهوم؟ طمن، مواضيعك أصلاً ما بيبها المكتب نهائياً. اللي تشوفه. مع السلامة. مع السلامة. أنت من صدقك اللي قلته داخل؟ معك سيارة؟ لا، معي طيارة. تعال بوصلك وبنتكلم في الدرب.
بابا جيني. السلام عليكم با. أمهم اللي انتم يا قبل طيب خاطر هاليهال وحكم اسألي يا طلال. المفروض أرجع ألقاها موجودة مثل ما حضرتها ملتزمة بالدوام بالثانية. المفروض تسوي نفس الشيء في البيت. يمكن شيء أخرها. الغايب عذره معه. عذرها الوحيد هو الإهمال. شوفي هاليهال، تأكدي بأنه ما في أي عذر يشفع لها تكون بعيدة عنها. يلا يا حلوين، يلا يا الشاطرين، روحوا بدلوا ثيابكم وتغسلوا وتغدوا. حبوا مسوت لكم أحلى غدا. إن شاء الله حبوا. يلا 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 بسرعة، يلا يلا بسرعة.